بسم الله الرحمن الرحيم. بص للكاميرا وقول لشخص تختاره سامحني انا زعلتك وجيت عليك الفتره اللي فاتت. مفيش حد انا بطبيعتي العاديه لو زعلت حد احب جدا جدا اعتذر له من غير البرنامج. يعني الوحيده اللي انا زعلتها الفتره اللي فاتت بزعل غير مقصود كانت يسرى، لان دي يعني يسرى دي هتيجي على جنب ومصر كلها على جنب. وليه زعلت؟ لان انا في هذا الحوارات قلت ان مسلسل يسرى ما عجبنيش، وادبا مني انا بقول مسلسل يسرى ومسلسل نيلي، بس هو مسلسل عدل جروب، يعني انا مسؤول عنه اكتر من يسرى، خد بالك. ويسرى نفسها ما كانتش مسؤوله عن الضحك اللي اتعمل، انا بتكلم على طريقه ضحك يعني. اما يسرى دي اهم شخص في تاريخ العدل جروب، وعلاقه انسانيه اهم بكتير من الشغل. فانا لو كنت زعلتها انا اسف جدا، بس انا ما اقصدش ازعل يعني الا يسرى، كل الناس تزعل الا يسرى. انا ما بزعلش حد اصلا، بزعل يسرى مستحيل مستحيل بجد يعني. حتى بشغل من غير شغل العلاقه الانسانيه اللي بيني وبين يسرى تتعدى اي حاجه تخص الشغل، قد الشغل 20 مره يعني، مش عايز اقول رقم السنين عشان الناس ما تقرش علينا. خلصنا.